أنه يعني مستحيل شبه يعني صعب. نعم صعب جدا. طيب عايز أسأل حضرتك حاجة تاني دلوقتي. ال 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 الوضع بتاع الاتزان اللي هم دايما بيحافظوا عليه ان الجمهوريين اغلبيه في الشيوخ تمام. والديمقراطيين اغلبيه في الكونغرس وهو ده اللي حاصل دلوقتي. يعني ده اللي حصل. قال لنا استاذنا صفي الدين دياب انه 49 ل 47 ده شيوخ بقت جمهوريين، 199 ل 189 كونغرس بقت ديمقراطيين. هل ده بيضمن في راي حضرتك اتزان القرار الامريكي النهائي انه دايما بنقول انه الرئيس ليه صلاحيات والكونجرس ليه صلاحيات والشيوخ ليه صلاحيات، بيطلع القرار النهائي معدي على كذا فلتر جميل. وكذا عقل فعلا. قبل ما ينتهي في النهايه بالفعل هذا يحدث ذلك الاتزان وبين الاجسام السلطويه او بين مؤسسات الامريكيه الحاكمه أي. عندما يكون مجلس الشيوخ مسيطر عليه من قبل الجمهوريين أي. فيستطيعون ان يرسموا وتتسق سياساتهم مع البرامج الخارجيه والملفات الخارجيه لرئيس الدوله وايضا مجلس النواب له كلمته فيما يتعلق باقرار الميزانيات، واستطاع ان يضع العصا في عجله ترامب فيما يتعلق ببناء سور ما بين يعني المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، يعني وقفوا له بالمرصاد نتيجة الأغلبية. كمان الكونجرس بيبقى له كلمة عليا في حدوتة المعونات والاتفاقيات والقروض. نعم فدي برضو يعني كل ما هو مالي في يد الكونجرس برضو خفض شوية، بس ما قدروش يقنعوا ترامب. وحضرتك برضو حلل النقطة دي، رغم ان هم ديمقراطيين ما قدروش يقنعوا ترامب ان هو يعني على لو مدينا الخط على استقامته، يعني انه عمال يوفر لامريكا وينسحب من الاتفاقيات الدوليه اللي هي مهمه بالنسبه للعالم زي اتفاقيه باريس للمناخ وزي الامم المتحده وزي الدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه. هو في النهايه هو صراع، هو في النهايه بشر، هو يعني دلوقتي كوفيد 19 او كوفيد 19 اللي بيرددها يعني ليل نهار الديمقراطيون وجو بايدن. انت عندك بالعكس بقى، يعني دونالد ترامب بعد جذبه هذه الاستثمارات المهولة يعني ما قبل كورونا، يعني شوف هذه المليارات كان هيبقى فظيع كمان، مش هيبقى مؤهل. وفر ملايين ساحق، يعني خلق وانشأ من العدم ملايين فرص العمل للامريكيين، جذب الاستثمارات، يعني حلب يعني الاف مئات المليارات من الدولارات. يعني فسياساته الاقتصادية اللي حضرتك كنت هتقولها حلبة دي، حلبة دول الخليج. نعم. ب60 مليار، بكام؟ ب 500 ما يقرب 600 مليار 640 مليار دولار يقرب. نعم ال 500 مليار دولار هو رقم ضخم. اذا هو راجل، يعني هو رجل، يعني هو اسطوره في 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 هذا المضمار. لذلك كان المحللون يتوقعون يعني ايه، يتوقعون فوزه، لكن جاءت جائحه الكورونا لتصبح ليست جائحه كورونا وانما جائحه الانتخابات الرئاسيه الامريكيه التي وجائحه ترامب التي يعني قلبت الامور راسا على عقب اول موازين. خليني اقول لك حاجه دلوقتي، يعني كانوا بيتهموا ترامب اول ما طلع ان هو مش سياسي خالص، وده يعني اتس نوت بوليتيكال. كل الردود بتاعته طبعا ما كانتش فيها الكفر، مش كفر سياسي وما يجب ان يقال في التلفزيون وفي الجرايد، هو الراجل بيقول كده وهي كده، والمعلم ترامب قال هي البلد العالم كله هيمشي بالطريقه دي، وقالوا ان هو بيحكم العالم من على تويتر، وقالوا ان هو مش سياسي. لكن قدرته على جلب هذه المئات من الألوف من الوظائف وتقليل نسبة البطالة لأول مرة في تاريخ أمريكا بعد مدة طويلة، والاقتصاد اللي اتحسن، مش ده بيقول ان هو برضو سياسي شاطر لأنه قدر يقنع العالم كله بتوفير فرص العمل والفلوس دي؟ هو طبعا هو كان قائدا للتغيير، قائدا للتجديد، ويعني بيقولوا انه رجل عقارات وملوش علاقه بالطبقه السياسيه غير بايدن اللي قديله 47 سنه في العمل السياسي. لكن اللي جاي من خارج العمل السياسي ده والطبقه السياسيه استطاع ان يصنع وينجح فيما اخفق فيه الاولون والاسبقون وقدرته والسياسيون وقدرته الفذه على الانطلاق، على التجديد، على الوصول الى صفقات. وحتى هو في ديناميكيه كبيره مع الديمقراطيين، الوصول قدرته الى الوصول الى حلول وسطى، وان اخفق بيعمل الاوامر التنفيذيه لينفذ ما يريده. انا عايز اقول يعني في نقطه مهمه سريعا اؤكد على الاتي، اؤكد على ان هذا الرجل
كان لا يكترث إلا بجلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وهو رجل الانسحابات ولا يعنيه من قريب أو بعيد أي مسائل لا تعنيه علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. كل ما يعنيه أن على الاتحاد الأوروبي أن يدفع فاتورة كما يدفع فاتورة الغاز، عليه أن يدفع فاتورة أمنه، أن أوروبا على الخليج عليه أن يدفع ثمن الحماية، أن يجذب مزيد من الاستثمارات، أنه فيما يتعلق بالاحتباس الحراري وهذه الأمور هو شيء طرف يراها يعني. طرف وأمور يعني فلسفية بعيدة، هو يوفر فرص العمل، أعمال في الفحم، بس أعمال في البترول. خد بالك هو وقف برضو في قمة المناخ رغم انسحابه من اتفاقية باريس، وقف وقال إحنا أقل دولة في العالم في الانبعاثات الحرارية. هو بيقول كده، بيقول يعني إحنا أقل دولة. يعني هو بيقول إن أنا بشتغل على أهدافكم بس بطريقتي من غير الفلوس الكتير اللي بتاخدوها. تمام، فأنا ما أدفعش بقى، أنا ما أدفعش ليكوا يا صين، أنتوا اللي بتلوثوا أكتر وبسببين ثقب الأوزون بيتسع أكتر وأكتر والاحتباس الحراري، وأنا ما أدفعش كده. فهو إن كان يعني أنا عايز ألخص الجملة التي يعني تفرق ما بين المتنافسين رغم أي نتيجة، إنه بايدن هو وكأنه يقود الكساد، الإخفال، الإغلاق، الخوف والرعب من كوفيد، لكن العكس الانتعاش والانطلاق الاقتصادي هي كانت يعني عنوان ترامب. طيب ده في تحليل حضرتك ليه؟